بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مهندس محمد يوسف. فيديو جديد في كورس سي بروجرامينج، هنكمل فيه كلامنا عن الديسيشن ميكنج. اول امر هنتكلم عنه خاص بالتفرع اللي هو اف. بيتكتب ازاي بقى؟ بقول له اف، هفتح قوس، اكتب الكونديشن اللي انا بختبره، اقفل القوس، بعد كده اكتب مجموعه الجمل او الاوامر اللي عاوزها تتنفذ في حالة تحقق الشرط ان يرجع لي بالقيمة ترو. طبعا لما بكتب مجموعة جمل فانا بستخدم قوس مجعد، افتحه اكتب مجموعة الجمل، بعد كده بقفل قوس مجعد. يبقى if condition مجموعة الاوامر، الكونديشن ده كان ترو، مجموعة الاوامر تتنفذ. طب لو الكونديشن ده كان الناتج بتاعه فولس، يبقى مجموعة الاوامر دي ما تتنفذ. بعد ما بخلص جملة الاف ستيتمنت دي واقفل القوس، هيبقى في عندي مجموعة اوامر تانية في البرنامج، ينزل البرنامج يتم تنفيذها. يبقى لو الشرط اتحقق هيروح البرنامج ينفذ الجمل اللي هنا داخل البلوك، بعد كده ينزل يكمل بقية تنفيذ الاوامر. طب لو الشرط ده كان فولس، يبقى الاوامر دي ما تتحققش، ما تتنفذ، وينزل يكمل تنفيذ البرنامج. وده موضح عندي في الخريطة اللي قدامي. انا عندي هنا ده كونديشن اللي هو المفروض مكتوب هنا ما بين القوسين، فبسأل هنا عن التحقق بتاع الكونديشن باستخدام الاف. طيب الناتج هنا هيبقى حاجة من الاتنين، يا اما فولس يا اما ترو. لو كان الناتج هنا باستخدام الاف ترو، هيبقى المسار بتاع تنفيذ الكود هيمشي لي في الاتجاه ده، الاتجاه ده اللي هو ايه؟ اللي هو ينفذ لي مجموعة الجمل اللي هنا اللي هي body of if، اللي هو الجسم بتاع البلوك بتاع جملة if، مجموعة الاوامر اللي هنا. طيب لو كان السؤال عن الكونديشن ده باستخدام if، الناتج بتاعه false، فانا مش عاوز انفذ، وانزل انفذ اللي بعد الاف، فهيعمل لك اتجاه لتنفيذ اوامر يبعدك خالص عن البلوك بتاع الجمل اللي المفروض تتنفذ، وينزلك تحت عند استكمال بقية تنفيذ اوامر البرنامج. طيب الكونديشن اللي ما بين الاقواس ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون عملية مقارنة زي ما احنا خدنا في اول الفيديو. يبقى انا هنا بحط عملية مقارنة، بسأل فيها عن حاجة ممكن تكون بسيطة او بتتكون من اكتر من جزء باستخدام اللوجيكال اوبريتور اللي هو الاند والاور او النوت. طيب ممكن كمان يكون ناتج دالة زي المثال اللي قدامنا ده كده. انا بقول له اف وافتح قوس، بكتب اسم الدالة واقفل القوس. طيب هو ناتج الدالة ده هيبقى ايه؟ هو المفروض انت هنا بتروح تنادي على دالة، دي دالة مثلا انت كاتبها في الكود او احد الدوال بتاعت لغة السي. الدالة ديت لما بتتنفذ بترجع لك بقيمة، القيمة ديت هتبقى قيمة رقمية يا زيرو يا اي رقم تاني. طيب لو الناتج بتاع الدالة دي كان زيرو، زيرو معناها فولس، يبقى الشرط كده متحققش. لو كان الناتج بتاع الدالة دي اي رقم تاني غير الزيرو هيبقى ترو. يبقى اي قيمة رقمية بترجع بيها الدالة بتساوي غير الزيرو هتبقى ترو. طب لو كانت بتساوي الزيرو هتبقى فولس. طيب او انا ممكن اعمل عملية حسابية هنا بين القوسين. طيب لو كان ناتج العملية الحسابية ديت زيرو، يبقى كده الناتج بتاع الكونديشن ده فولس. لو كان ناتج العملية الحسابية ديت اي رقم غير الزيرو، يبقى الناتج بتاع الكونديشن ده ترو، ويتم تحقيق الشرط وتنفذ لمجموعة الجمل دي. لو انت جيت كتبت مكان الكونديشن الرقم زيرو، قلت له اف وحطيت زيرو، يبقى زيرو دي معناها ايه؟ فولس، يعني ان الستيتمنت اللي بعد اف مش هتتحقق. طيب لو انت جيت وكتبت واحد
واحد ده رقم غير الزيرو، احنا قلنا ان اي رقم غير الزيرو هيبقى true، ف كده يبقى الكونديشن عندي هيبقى true والجمل اللي بعد الكونديشن تبدأ تتحقق. لو احنا هننفذ مجموعة من الأوامر بناء على تحقق الشرط، يعني أكتر من أمر، فلازم أعمل القوسين دول، القوسين المجعدين دول، ده قوسين خاصين ببلوك من الأوامر، يعني مجموعة أوامر. طيب لو أنا هنفذ statement واحدة بس، أمر واحد، فأنا ممكن ما أكتبش القوسين المجعدين دول، يعني بقول له if condition ما بين القوسين، بعد كده بقول له الستيتمنت اللي انا عايز اعملها سيمي كولون، ده في حاله اذا كان اللي هنفذه امر واحد بس، لو اكتر من امر لازم اعمل القوسين المجعدين دول. خلي بالك ان بعد القوسين بتوع الكونديشن مفيش علامه سيمي كولون، سيمي كولون بيبقى بعد الستيتمنت، ولو اكتر من ستيتمنت يعني مجموعه من الاوامر بقفل التنفيذ بتاع البلوك باستخدام القوس المجعد، مفيش بعديه سيمي كولون. تعال نشوف مثال عشان نوضح الكلام اللي احنا قلناه كله. المثال دوت عايزين نخلي اليوزر يدخل رقمين، هنطلع له رساله نقول له input the first value، فيدخل الرقم الاولاني، بعد كده هنطلع له رساله تانية نقول له input ده second value، بعد كده يدخل الرقم التاني، بعد كده هاخد اقارن الرقم الاولاني اللي دخله اليوزر مع الرقم التاني، لو كان الرقم الاولاني اكبر من الرقم التاني نطلع له رسالة بنقول له ان الرقم الاولاني اكبر من الرقم التاني، ولو كان الرقم الاولاني اقل من الرقم التاني هنطلع له رسالة نقول له ان الرقم التاني الاولاني اصغر من الرقم التاني. في البداية خالص هنضمن المكتبة بتاعت الستاندرد انبوت اوتبوت من خلال هاش انكلود stdio.h. احنا قلنا المكتبة دي محتاجينها عشان نستخدم الدالة برينت اف والدالة سكان اف. طيب بعد كده من خلال الدالة اللي اسمها مين هنبدأ نكتب الكود الرئيسي بتاع البرنامج. انا عايز اليوزر يدخل قيمتين رقميتين، فهعمل متغيرين استقبل فيهم القيم دي، الطيب بتاعهم هيكون انت، عفوا ان هو هيدخل ارقام صحيحة. المتغير الاولاني هسميه first، المتغير التاني هسميه second، عشان هم من نفس النوع فممكن اعرفهم على سطر واحد وافصل بينهم بقمة، وفي النهاية احط سيمي كولون. بعد كده المفروض هطلع له رساله اقول له دخل الرقم الاولاني، فانا هقول له برنت اف انبوت ذا فيرست فاليو، وابدا استنى ان هو يدخل لي قيمه رقميه، فباستخدام السكان اف ابدا انتظر ان هو يدخل لي قيمه رقميه، هيدخلها لي، المفروض اتعامل مع القيمه دي من خلال المتغير اف فيرست. فاحنا قلنا بنيجي نمرر هنا الادرس بتاع المتغير اللي انا عايز اتعامل معاه اللي هو first. طيب ده بنستخدم معاه الادرس اوبريتور زي ما قلنا في فيديو سابق، بقول له and first، يبقى انا كده مررت الادرس الخاص بالمتغير first، وعشان الطيب بتاع المتغير ده integer فهنستخدم specifier d، الكلام ده شرحناه قبل كده، نفس الكلام هكرره مرة تانية مع المتغير التاني اللي هو اسمه second. يبقى انا دلوقتي الفيرست في القيمة اللي دخلها اليوزر الاولانية، والمتغير اللي اسمه second في القيمة التانية اللي دخلها اليوزر، هاخد بقى القيمتين دول واشتغل عليهم. احنا دلوقتي عايزين نطبع رسالة من رسالتين، يا الرسالة الاولانية ديت اللي هي المتغير الاولاني is less than المتغير التاني، او الرسالة التانية دي اللي هي المتغير الاولاني is greater than المتغير التاني. فهنا انا بعمل عملية اتخاذ قرار، اتخاذ القرار ده بناء على شرط، يبقى هنا بتفرع
في تنفيذ الأوامر بتاعة البرنامج بناء على شرط. يبقى انا هستخدم عندي الاف، بقول له اف الكونديشن عندي ايه بقى، اف فيرست اقل من سكند. يبقى لو الرقم الاولاني كان اقل من الرقم التاني هقول له ايه، هقول له برنت اف للكلام اللي قدامي ده، واحط هنا الرقم الاولاني والرقم التاني. هيظهر لي الفيرست هروح للسبيسيفاير الاولاني، والسكند هروح للسبيسيفاير التاني. طيب لو الشرط ده اتحقق هيعمل لي الكلام ده، يطبع لي الكلام ده. طب لو ما اتحققش مش هينفذه. بعد ما بيخلص البلوك دوت هينزل يشوف البلوك التاني، هيلاقي هنا اف كونديشن اللي موجود هنا فيرست اكبر من سكند. طيب لو اتلقى ان القيمه اللي دخلها اليوزر في الرقم الاولاني اللي هو فيرست اكبر من القيمة اللي متخزنة في المتغير التاني سكند، هيطبع السطر اللي قدامنا ده الفيرست هروح للسبيسيفاير الاولاني، هيبقى اذ جريتر ذان سكند اللي هروح للسبيسيفاير التاني. ما كانش الفيرست اكبر من سكند مش هينفذ حاجة هنا. بعد كده خالص بيطلع بره البلوك بتاع الاف ستيتمنت، هينهي البرنامج من خلال ريترن زيرو. لاحظ هنا طريقة كتابة الكود الخاص بجملة اف. بعد ما بقفل القوس بتاع الكونديشن بفتح قوس مجعد، اكتب الامر اللي انا عايزه او مجموعة الاوامر وارجع اقفل القوس. تعال نشوف مثال كمان. الكود ده بيبقى متخزن فيه رقم، ولما بيتنفذ بيطلب من اليوزر انه يخمن الرقم اللي متخزن فيه الكود. فاول ما بتنفذ البرنامج بيظهر لك رساله كان يو جيس ذا سيكريت نمبر، فانت بتدخل الرقم المفروض انت مش عارفه بس بتخمنه. لو الرقم ده طلع غلط يديلك كلمه رونج، لو الرقم اللي انت دخلته ده طلع هو نفس الرقم اللي موجود فيه متخزن في الكود يديك رساله يو جيس ديت. طيب تعال نشوف الكود. هيضمن المكتبه بتاعه الستاندرد انبوت اوتبوت من خلال الامر هاش كونكلود. بعد كده هيعرف الرقم اللي المفروض انت بتخمنه، هيبقى عشان هو رقم مش هيتغير هيبقى قيمة ثابتة، فاحنا ممكن نعرفه على انه ثابت. احنا خدنا قبل كده طريقتين في تعريف الثوابت، طريقة باستخدام الكيورد كونست، والطريقة التانية من خلال هاش ديفاين. فاحنا هنستخدم الهاش ديفاين، هنقول له هاش ديفاين سيكريت 17. يبقى كلمة سيكريت اللي موجودة في الكود هيتم استبدالها أثناء عملية البري بروسيسنج بالرقم 17. بعد كده من جوه دالة المين الدالة الرئيسية بتاعت الكود هعرف متغير تاني هستقبل فيه الرقم اللي المفروض اليوزر يدخله، هيكون التايب بتاعه انت عشان هو يدخل رقم صحيح. فالمتغير ده هيبقى جس، فبقول له انت جس. بعد كده البرنامج هيطلع لك رساله على شاشه الكونسول، فباستخدام برنت اف هبعت له الرساله دي، والبرنامج ينتظر لغايه لما اليوزر يدخل له الرقم. فاحنا هناخد الادخال بتاع اليوزر من خلال داله سكان اف. الرقم هيبقى انتجر، فهنستخدم سبيسيفاير دي هتخزن في الادرس بتاع الفاريبل اللي اسمه جس اللي احنا عرفناه فوق في الاول. فهنقول له اوبريتور اللي هو ادرس اوف جس. طيب بعد ما اليوزر يدخل الرقم ويدي انتر يبقى كده المتغير موجود معانا في الفاريبل. هبدا بقى انزل اشيك عليه. احنا دلوقتي عايزين نظهر رساله حسب الشرط هيتحقق. لو المتغير اللي دخله، لو المتغير بيحتوي على القيمة اللي دخلها اليوزر بتساوي قيمة الثابت اللي عندنا طلع رسالة، ما بتساويش طلع رسالة تانية. فانا حاجة اقول له هنا دلوقتي يبقى في عندي اتخاذ قرار، يبقى في عندي رسالة من اتنين هتظهر، الرسالة الاولانية اللي هي قدامنا ديت يو جيس ديت، الرسالة التانية اللي هي رونج. يا ترى اختار انه واحدة منهم تظهر عندي على شاشة الكونسول حسب الكونديشن اللي احنا هنشيك عليه ده. هنقول له اف
جس يساوي سيكريت، لو الرقم اللي متخزن في المتغير جس اللي دخل اليوزر بيساوي سيكريت اللي هو الكونست اللي عندي 17، يبقى نزل له الرساله بتقول له ايه يو جس ديت. طيب بعد ما بينفذ الجمله ديت هينزل يشيك على الكونديشن الثاني اف جس لا يساوي سيكريت برنت رونج. طيب هو هينفذ الامرين يعني هيطبع رسالتين؟ لا، ده هو هيطبع فيهم رساله واحده حسب الكونديشن. كونديشن هيتحقق مره واحده بس، يا هنا يبقى ترو يا هنا يبقى ترو. لو الرقم بيساوي الكونست، الرقم اللي دخل يوزر بيساوي الكونست، يبقى هيطبع الرساله الاولانيه. طب لو ما بيساويش يبقى مش هيطبع حاجه وهينزل يشوف الشرط الثاني. لو ما بيساويش هينزل يطبع الشرط التاني ده هيتحقق فيطبع الرسالة. لو لاحظت هنا هتلاقيني انا مغير في الطريقة اللي بنكتب بيها البلوك ستيتمنت بتاعت جملة اف. احنا كنا بنقول اف وافتح قوس واكتب الكونديشن واقفل القوس، بعد كده اجي على السطر اللي بعده افتح القوس المجعد واكتب الاوامر واروح قافل القوس المجعد. طب هو فين القوس المجعد هنا؟ احنا قلنا قبل كده في سلايد فاتت ان انا ما بكتبش الاقواس المجعدة في حالة ان الامر اللي هتنفذ عندي امر واحد. يعني لو عندي الامر اللي هنفذه امر واحد مش مجموعة اوامر، فانا ممكن ما اكتبش الاقواس المجعدة واكتب الامر. وخلي بالك ان السيمي كولون بحطها بعد نهاية الامر اللي انا عايز انفذه، يعني ما بيتكتبش بعد الكونديشن. يبقى الاقواس المجعدة هنا اقواس اختيارية في حالة بكتب ستيتمنت واحدة او جملة واحدة. طب لو شفنا الكونديشن التاني هتلاقي ان هي عامل بعد ما بقفل القوس بتاع الكونديشن جملة برنت اف، بدل ما كانت على السطر اللي تحت الاف طلعت فوق جنب القوس بتاع الكونديشن. يعني شايف انت الكونديشن اللي فوق ده كأن جبت البرنت اف دي وطلعتها فوق هنا بدل ما كانت على السطر اللي تحت الاف. طيب الكلام ده كده صح ولا غلط؟ الكلام ده كده صح. طيب هو مش غلط ليه؟ هو مش مفروض البرنت اف دي تبقى تحت الاف؟ لا مش مفروض. ليه؟ لان الكمبايلر بتاع لغة السي بيهمل المسافات. يعني ايه بيهمل المسافات؟ يعني لما بيجي يعمل بيلد او ترجمة المسافات ديت، يعني عندك هنا بعد القوس هيبقى فيه مثلا مسافة او هيبقى فيه سطر جديد كأنه مش موجود، هيهمله ويبدأ ياخد الامر اللي بعده. واللي يهم الكمبايلر هو السيمي كولون. السيمي كولون هي اللي بتعرف الكمبايلر فين نهاية الأمر. يعني أنا كتبت الجملة دي كده اهو على سطرين زي ما هي موجود فوق هنا، أو على سطر واحد زي ما هي هنا، صحيحة مفيش فيها مشكلة. تعال نشوف كمان مثال. أنا عندي هنا متغيرين، الطيب بتاعهم انت، المتغير الأول اسمه A بيساوي القيمة 5، والمتغير التاني اسمه B بيساوي القيمة سالب 3. قول لي اختبر القيمتين دول، لو القيمتين دول متساويتين اظهر لي رسالة تساوي على شاشة الكونسول. فهيجي هنا الكود هيشوف اف اي ايكوال بي، يعمل ايه بقى؟ اقول له برنت اف اي ايكوالز بي، وعندك الاي وعندك البي. المفروض لو مش متساويين الرسالة دي مش هتتنفذ، لان الشرط كده مش هيتحقق. بعد كده بنهي بايه؟ بريترن زيرو. يا ترى بقى الخارج بتاع الكود ده المفروض يطلع ايه؟ لو احنا جينا بصينا 5 وسالب 3، فانا بقول له هنا 5 اف 5، او هل الخمسة بتساوي السالب 3؟ يبقى مش هتساوي، يبقى الكونديشن ده الناتج بتاعه يبقى فولس، وبالتالي مفيش المفروض رسالة تظهر لي على شاشة الكونسول. يعني برنت اف دي ما تطبعش والبرنامج ينزل ينفذ جملة الريتيرن. طيب لو احنا جينا نفذنا بقى البرنامج هيظهر لك الكلام ده على الشاشة، قال لك ايه بقى؟ 5 equals سالب 3. طيب لو جينا بصينا هنلاقي هنا حصل حاجتين في الكود. الحاجة الاولانية ان الرسالة طبعت، رسالة الايكوالز، في حين انها المفروض ما تطبعش لان الاي لا يساوي البي، واحنا بنقول له هنا اطبع الرسالة بس في حالة ان الاي بيساوي البي. فهو كده نزل نفذ الكود بتاع تحقق الاف ستيتمنت
في حين انها الريترن بتاع الكونديشن فولس، يعني المفروض ما تنفذش، ومع ذلك الرسالة اتطبعت. دي اول حاجة. الحاجة التانية، المفروض هنا في السبيسيفايرز هيشيل السبيسيفاير الاولاني ويحط مكانه ايه، والسبيسيفاير التاني ويحط مكانه دي، زي ما هو بي، زي ما هو عامل هنا، قال لك الخمسة يكوال سالب تلاتة. طيب هي الخمسة هتساوي سالب تلاتة؟ طب الكلام ده حصل ازاي؟ في هنا خطأ بسيط جدا في كتابة الكود. تعال نراجع كده. احنا بنقول له هنا اف اي ايكوال بي، هتلاقي هنا في الكود حط سيمي كولون، واحنا قلنا اللي بعد الكونديشن ما بيتكتبش سيمي كولون، لان السيمي كولون دي معناها نهاية الستيتمنت، نهاية الامر. معنى كده بقى الكومبايلر هيفهم ايه؟ هيفهم ان بعد ما انت ما بتشيك على الكونديشن ده بتشوفه، هتنهي تنفيذ الاف كده، خلاص انتهت. واللي هيجي بعد كده ده امر تاني جديد ملوش علاقة بالاف خالص، يبقى التنفيذ الامر ده ملوش علاقة بالكونديشن، ده خارج الاوامر بتاعة اتخاذ القرار. ليه بقى؟ لانك نهيت الاف ستيتمنت بالسيمي كولون. ففي الحالة دي هو كده هيروح يشيك اف اي ايكوال بي، لا يبقى هنا فولس، خلاص هو فولس وانتهى الموضوع. هينزل بقى ينفذ الجملة دي على اساس انها جملة عادية تانية خالص ملهاش دعوة بالاف، هيروح طابعها. وزي ما انت حاطط كده الاي بخمسة والبي بسالب تلاتة، يبقى الخطأ كان عندك هنا فين؟ في كتابة السيمي كولون بعد جملة بعد الكونديشن بتاع الاف. تعال نشوف كمان مثال. هنعرف متغير الطيب بتاعه انت اسمه ايه، بنحط فيه القيمة خمسة. بعد كده انا هنزل اشيك على قيمة المتغير ايه، لو بتساوي سالب تلاتة اطبع لي الجملة دي. طيب بقول له اف ايه بتساوي سالب تلاتة، برنت اف a equals سالب تلاتة، واقفل الكوس بتاع البلوك وانزل كمل بقية البرنامج. طيب لو الـ a ما بيساويش السالب تلاتة المفروض ما يطبعش حاجة. طيب لما تيجي تنفذ الكود هيظهر لك على الشاشة بالشكل اللي قدامك ده، قال لك سالب تلاتة، سالب تلاتة اللي بتاعت ايه؟ اللي هي الـ a اللي هتتحط مكان الـ specifier d equals دي اللي هي هتاخد السالب تلاتة التانية، يبقى سالب تلاتة equals سالب تلاتة. طيب هو المفروض هنا ان الـ a بتساوي الخمسة، والرسالة دي المفروض تظهر في حالة ان الـ a بتساوي سالب تلاتة. طيب ليه الرسالة دي ظهرت مع ان الـ a ما بتساويش سالب تلاتة في الكونديشن دي المفروض تساوي خمسة؟ يعني المفروض هنا بقول له اف a a خمسة، خمسة بتساوي سالب تلاتة؟ لا، يبقى المفروض يبقى اتحط هنا فولس، وفي الحالة دي البرنت اف ما تظهرليش على ايه؟ الشاشة، لانها مش هتتنفذ لان الكونديشن عندي هنا فولس. امال ليه ظهرت؟ ظهرت لانك في كتابة الكونديشن انت كاتبه غلط. المفروض انا بسأل على التساوي ما بين طرفين، بحط هنا علامة اليساوي مرتين زي ما خدنا في اول الفيديو، بقول له ايه يساوي سالب تلاتة، يبقى ده كده مش كومبارزون، مش مقارنة. انا كده بقى ما بسألش عن قيمة الاي، ما بقولوش هل الاي بتساوي سالب تلاتة، لان انا مستخدم هنا علامة اليساوي مرة واحدة. علامة اليساوي مرة واحدة زي اللي احنا مستخدمينها هنا فوق بالظبط، اسمها assignment، بعمل عملية مساواة. يعني بقول له حط لي هنا في المتغير ايه القيمة خمسة. فانا اللي عملته هنا قلت له بقى ايه اف وفتحت كوس، المفروض اكتب هنا ايه الكونديشن. انا عملت حاجة تانية، قلت له حط لي في المتغير ايه القيمة سالب تلاتة. يبقى انا هنا ما عملتش عملية سؤال عن قيمة ايه، ده انا عملت عملية assignment او اعادة لكتابة القيمة داخل المتغير ايه. فبقى المتغير ايه بعد ما كان بيساوي خمسة بقى بيساوي كام؟ سالب تلاتة. طيب فبقول له هنا اف وافتح قوس واقول له ايه بيساوي سالب تلاتة، فالناتج بتاع ما بداخل القوس هيساوي كام؟ سالب تلاتة. طيب يا ترى هل السالب تلاتة دي بقى ترو ولا فولس؟ احنا عشان ننفذ اي جمل
خاصة بالكونديشن، لازم هنا يبقى فيه ترو يا فولس في النهاية. طيب هي دلوقتي ايه بتساوي سالب 3؟ يعني الناتج ده كله ان الايه جواه سالب 3، يعني هنا سالب 3. طيب السالب 3 دي تعامل معاملة الترو ولا الفولس؟ احنا قلنا اي رقم غير الزيرو هيبقى ترو، والزيرو بس هو اللي هيبقى فولس. معنى كده ان الحالة هنا هتبقى ترو. فلما الكونديشن ده ترو يعني ايه؟ يعني اتحقق، يعني قوم نفذ لي الاوامر اللي موجوده داخل البلوك بتاع الاف ستيتمنت. طيب هيروح يطبع بقى الامر بتاع الطباعه، ينفذ لك امر الطباعه على شاشه الكونسول اللي هو برنت اف. طيب برنت اف ده بيقول لك ايه؟ حط لي في الاسبيسيفاير الاول قيمه ايه. طب قيمه ايه بقت بكام؟ بعد ما كانت بخمسه بقت بسالب 3، عشان كده ظهر لي سالب 3 هنا ايكوالز سالب 3. بعد كده طلع بره الاوامر بتاعت الاف ستيتمنت وكمل بقيه البرنامج. شكرا جزيلا.